تحية طيبة للجميع. نمر إلى التمرين 33 صفحة 31. لنتحقق أن x ناقص 2 عامل x ناقص 2 تساوي x أس 2 ناقص 10 x زائد 6. إذا نبدأ من هنا ونشرها. إذا x في x ناقص x في 8 ناقص 2 في ناقص 2 في ناقص في x عفوا ناقص 2 في ناقص 8 تساوي x في x هي x أس 2 ناقص x في 8 هي ناقص 8 x ناقص 2 في x هي ناقص 2 x ناقص 2 في ناقص 8 تساوي زائد 16 تساوي x أس 2 ناقص 8 ناقص 2 هي ناقص 10 x زائد 16. نستبر الاعتبار لنستنتج حلول للمعادلة. إذا لاحظتوا هنايا هذه المعادلة هذه راه فيها نفس التعابير تقريبا. كاين 16 هنا 16 هنا 10 هنا 10 هنا غير عوض هاد اكس اس 2 كاين هنا 4 اس اكس وعوض هنا اكس كاين 2 اس اكس. اذا لاحظتوا هنايا عندنا هذيك 4 اس اكس شنو كتساوي؟ 4 اس اكس كتساوي 2 اس 2 عاد الكل اس اكس كتساوي 2 اس 2 اكس. وهاد 2 أس 2 إكس نقدروا نقلبوها نكتبوا 2 أس إكس الكل أس 2. إذا هنا هاد المعادلة هادي 4 أس إكس ناقص 10 في 2 أس إكس زائد 10 تساوي غنكتبو هنا غنكتبو 2 أس إكس الكل أس 2 ناقص 10 في 2 أس إكس زائد 16. راه هادي راه بحال هاد المعادلة هادي غير هنا عوض عندنا عوض عندنا هنا اكس هنا في بلاصتو عندنا 2 اس اكس. اذا هنا نبغي نعملو شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو لهنا نمشيو لهاد المعادلة هادي اللي هنايا وغنكتبوها نفسها غير عوض ما غنكتبو اكس غنكتبو في بلاصتو 2 اس اكس 2 اس اكس لان هادي راه كتشبه لهادي غير في بلاصت اكس هنا عندنا 2 اس اكس ومنه. اذا هذه المعادله هذه 4 اس اكس ناقص 10 اس او في 2 اس اكس زائد 16 تساوي اذا عوض اكس غادي نكتبو 2 اس اكس ناقص 2 عامل اكس ديالنا اللي هو 2 اس اكس ناقص 8. راه نفس الشبه نفسه نفس المعادله تقريبا حدو غير التشابه. ومنه اذا دابا هذه المعادله ما غاديش نحلوها غنحلو هذه المعادلات. ومنه حلول المعادله 4 اس اكس ناقص 10 في 2 اس اكس زائد 16 تساوي 0 هي حلول المعادلة ديالنا هذه اللي سهلة 2 أس إكس ناقص 2 عامل 2 أس إكس ناقص 8 تساوي 0. دابا غنحلو المعادلة لنحل 2 أس إكس ناقص 2 عامل 2 أس إكس ناقص 8 تساوي 0. إذا شنو كيعني هذا جدا منعدم؟ يعني هذا يساوي 0 أو هذا يساوي 0. 2 أس إكس ناقص 2 تساوي 0 أو 2 أس إكس ناقص 8 تساوي 0. أي أن 2 أس إكس تساوي 8 أو 2 أس إكس تساوي 2. أي هذه 8 هي 2 أس 3. إذا 2 أس إكس يساوي 2 أس 3 نفس الأساس بمعنى الأساس الأس متساوي يعني إكس تساوي 3 وهنا أس واحد. 2 أس إكس تساوي 2 يعني أن إكس تساوي 1. وبالتالي حلول المعادلة السابقة هي 1 و 3 نجوج حلول. شكرا على حسن المتابعة. إلى التمرين المولي.